السلام عليكم داود يا شقي مهبذا إكو تحن برامج كنا ها هدية حنو مركلة بوين أقوم هتعلن هنا إن دبو كلنا إن جو برامج كي ها هدية عن سنة كلا يدين وذا بيش صن قادنا عن كجرنا وحنو كفرح سنة هنا نورتي نسوي استعج مركلة وعن يدين ده هي برامج كي أتوضع جعلتين ها هدية وحنو أذدنا متكم ده دك ما يكون قبل كبنادر عن كده فرندونا برامج كنا إنت إن أنت جينا وحنو سيمر دونا حياة ماركت oo tabagelinaysa barnaamijka inagoo ka sii qaadi doona abaal marmihii aan ugu talagalnay inaan gudoonsiino asxaabta xaleela jawaabaha saxda ah ee su'aalaha yar ee fudud aan soo diyaarinay bal la socod wanaagsan
واجبك عيلها هي واجبك عيلها هي وقتي يا ذا صلاة ويسد ذا قطة واجبك عيلها هي واجبك عيلها هي وقتي يا ذا صلاة ويسد ذا قطة ودي قضى قلعاً وحيا لذا إبليسكو ورا ربيكو قليسا ودي قضى قلعاً وحيا لذا إبليسكو ورا ربيكو قليسا السلام الله عليكم داود يا شقي ما بدن اكوت حن برامج كان ها هديت اتفليسان هدا مر اركتان ريام دغمد نسيبكو يلاتين ان مانتو كده فر البرامج كان ان اتاي دغمد شيبس او كنا شاي ريام او صاحبك او دو برامج كان ها هديت انا صاحب انا انغا دن ودا جعلنا هي برامج بلاوشي دي سي دباتك سنات او تخان او هل هبين انا اوغلاين ان حتى ان دافو داوشيسا aan manta waxaan ka bilaabeynaa digmada shibis qofka ugu horeeya ee la kulmeenayna waxa noqotay Rehaam oo ahayd saaxiibka kaliya ugu dhow barnaamijkeena ee xalanahay Rehaam hay Rehaam nohist ana nohisina waqta markaan hay adeen maxay staayra nohista marka okay Rehaam in hadiidan qurux badan ku ugu talagalay hada iska la bombalaysha isku tiin ducaysha tawso Rehaame xilig su'aalaha la gaaray su'aalaha lagu weydiiyay martaad ya su'aal ma ku weydiinaa ma ka jawaabina okay su'aash dadka badan inta badan abuuray waxa waa adiga ku abuuray ilaahi waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka tahay barnaamijkeena markasta oo barnaamijka jirana waa ku iman doonaa oo waa ku soo gaari doonaa caawino astaawre sabaho حابت ادك كنت اغيرت برامجك دعوت محلده ما سنتين اذا هذه بركه اد ما سنتين شرف الله يدير كرامه اد ما حسيت يا سودو يا سودو برامجك هديت مغعه محمد حسن محمد محمد نحافله سنه كور انك غيب قادت هديت ماشي سنه كم حرجنت انا اقول قارو سنه كور قرانك انت مريس مريم امري هذا النساء مروه هذا النساء مروه هذا مروه هذا مروه هاي ان مادام ما انت ابرامج كجرتت وحكو دينينا ان ادنو اخرست سوره اد او جعشا هي سوره 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 النساء سوره النساء هاي نو اخر ولو أنا كتبنا عليهم من اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم ولو أنهم فعلوه ما يوعدون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يدعي الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أم انفروا جميعا استغفر الله العظيم استغفر النبي الكريم هذا وما سنت مهمه حرجين يا انا قران كسي حفتسو وقت بدن اجلسيت صاحب القران نقطه وريك يو درب كبودوغي هات توريدا اسكدافتا رجينا هات سبسابو
حافظان لي بنون سليلة سحب كيف وكان ويدي حتى بنون لي رسامية الحارجيرة حبتينا قرآن كحفتين دونتي أو بقول كي بقول أتقن دونتي تقاري ومد السلام كي ومد السمالية بكفانت هذا أمها السنتة مدام أمين نواخري أيت القرآن الكريم كا وحاوليها والمرن تيجي تلقى شيء أستان هي حياة برامج تابق النساء أمين هم بليها كلنا هاي حارجينا سنة قدام بنا هذا حافظة أو بقول توني أفرت كركي قانة هنا كل مدونة هذا أبكر على النقط الحمد لله إن شاء الله أي سلو كسر برامج كنا هذه دي أستان تي في ما قاعد يسا برامج كاركت أحمد عبد الله أحمد أحمد برامج كوا نصيب أو نمبر كا قبضة تسو أشكو ترتاح لقيتين تونا نمبر هذا مسك إنه صار أكو إلا تدو نمبر نصيب كايا تدو نمبر تدو حكو حسوا حشك تا نحلقو دعي نعم حلق الاسمي برلمانك سومالي حلقو غوري الاسم برلمانك سومالي صرت برلمانك سومالي حلقو غوري صرت برلمانك سومالي حلق الاسم هذا ما حسنت أحمد تدو كسرو برامج كان هو هذه دي استان تي في ما قاعد برامج كاركت سكري على حسن اللي دها وحد دينا دغمد شي بس برامج كان برامج ادو في عوا انت صنا كو حرنا برك واحد جينا ما انت نقولست هديت اقولست ان شاء الله انا انا رجينا انا هديت كو قلست دو نصيب كاغا واخ قروح بدن او كسيو نمبر منسك نو سار وا كو الى 7 او اه نمبر نصيب كا نمبر كا دوقنيست سؤالش كاك سو بيح دونت ان شاء الله حارجين انا دورتو نمبر 3 نمبر 3 نمبر 3 وحا كو حسن وحا شيكتا سنتكي او دعاي دغالكي ان حمراء والاسد و هو دعاي ان سنه دي هجريه سنتكي 3 هجريه سنتكي 3 هجريه هات هاي داو ديالك غير بغات ها جاوبتو كبخيي بحسلاده كو اورن دو انا صح مسقل والله انكستو سؤالش اساس فاهمين لكن حارجينا ان شاء الله انا صحيح نقط صح نقط اه ان شاء الله ما حد ورجينا صح سلاده صح يكون نقون كرتا والله كوس حاي دينت مرر بدن وحياه بدن وكسو قاته دغالده يوا حس اسكي قسنين لكن حارجينا ان شاء الله انا اقول لي نقط ان شاء الله اته داود يالخ قبغاته جوابته كبخيه وميت صح اه وحن لها بالمره توك تلقى شيء حياه ماركت برانج تاع الاسامبل يقولنا هذا داود يا المدام كغبغته ولا لا جبت صحه وحو ليها بالمره انت او تلقى شحيات امبل ان كلنا هي سدا جوابته غرتي سن دو كسرو برامج كو هديده استان تي في ما قاعد يس برامج كاركت ما شاء الله برادو دو هم سيد علي عثمان سيد علي برامج تاع كو ريسان نصيب انا بركه قفصت اشكو جرت لو بيدين دانا نمبرد مسك نو صار هذا وا كو الا 7 نمبر 3 هذا كم قنيا اوكي نمبر 5 شن نمبر شن اه برشن waxa ku xusan waxa sheegtaa in markii waxa loo yaqaan geela iyo lo'da tir ahaan markii la isku daraa geel iyo lo' tir ahaan markii la isku daraa waxa loo yaqaan geel iyo lo' su'aashu waa leh geel iyo lo'da tir ahaan markii la isku daraa oo macna geel iyo lo' magac loo yaqaan geel iyo lo' isku jira magac loo yaqaan geel iyo lo' isku jira magac gooni loo yaqaan Soomaali ma jira amalena ma jira amalena sasa amalena هذا ما سنتهاي حوله حوله هذا ما سنتهاي بالصلاة هلا جوات سحر أسكت دقيقة وكيف تعلينا سدوا رمضان مبارك ما عاجي سبرامش كاركت رمضان كريم ما عاجي جوا الزهرة برامش ساكور هي ستان سيب أنا بركة قب ستي سو أشكو جرت على قديم تانا نمبر ذي مسكين أسعار أكو إلا إتدا أنا بركة نسيب كا ولح لح آه نمبر لح أكو حس واحد شكتا حلق ودع دقال كله فول لا فول الفولا وكسين الفولا وكسين اه عفوا الله فولا وقت قناه ملينا انا شو مركل ضاف اقول له ما 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 حمر لك ساعه حمر لك ساعه اوكي سؤال شنو نمبر كجرت حي دغالكاس اما مغاص لا فولا دغال وايو دعاي خلق سومالي كدعاي خلقو دعال اسكرا وها ملينا يا لوض كون يكون مدح هذا ما ستاسكو دقيقة كيف تعلينا رمضان مبارك مقعد عقسى برامج كاركت عبد الحسين محمد عبد برامج كاركت نصيب أنا بركة قفصة أشكو جسنا لقويتين دوانا نمبر مسكين نصارا وكو إلا يتضب أنا بركة ستحادو كمقيا نمبر نصيب كايا لا نمبر لح حاشك تاوحا نسندكي ودعاي دقالكي لفولي دقالكي لفولي جامعة لفولة دقالكي لفولي حلقوها ما هذا ما ستاسكو دقيقة رمضان مبارك ما قاعد يسبر مش كاركتي رمضان مبارك ما
شاء الله مجيء عزيز بشير علات برامجتا كوريس تو نصيب او نمبر كا قفسات سو اش كجرتا لو ويدين دونا نمبر مسكي نو سار وا كو الى 7 او نمبر 3 دو كم قيا نمبر نصيب كا كو الى 7 نمبر كلي حد نمبر كلي حد وحا كو حسن وحا شيكتا خيلغو دحا دغالكي لا فوله دغالكي لا فوله مي عفوا ما كو حماي ما انت اسكو دغاك رمضان مبارك ما عايت برامج كاركت magacay waxa la yiraahdaa maxamed daahir ee barnaamijka waxa ku faraxsanay ee sanad walbana aan ka qayb qaataa masha Allah ee sanadkii hore aan ka qayb qaataa si fiican awal war bahesh waan ilaahay sanadka waxa rajaynaysa awal marin kale ee su'aalaha oo barnaamijka sida aad la socotid baan nasiib oo nambarka qabsatay su'aash ku jirta ku soo bixi doonto nambarada miski no saara waa 2-7 nambarka 3 uu ka maqayaa nambarka nasiibkaaga nambar 6 nambar 6 waxa sheegtaa dagaalkii la fool xiligu dhac dagaal kala fool u dhacay la fool dagaalkii Soomaa waxa uu dhacay 1964 ama santaas ku dagaaga iyo waltaad hel Ramadaan Mubarak magacaagta barnaamijka aragtid Ramadaan Mubarak magacaygu waa Ayaan Maxamed Abukar barnaamijka ku faraxsanahay astaan barnaamijka ka wareysa nasiib oo nambarka qabsay su'aash ku jirta lagu wadiin doona nambarada miski noo saaran waa 2-7 oo nambarka 3 uu ka maqayaa nambarka nasiibkaaga وعاقبسنا نمبركه لحات نمبركه لحات ان اسحبت كهرس دوم ود قبسنا الى حد جوابتي سلمها ما نمبركه لحات كو دورتين مركز تنسيكي ولا نمبركه لحات وقت هاي نمبركه لحات وحا كو حسن سؤال وحا شيكتا سنتك ودعى دغالكي لفول وحو دعى دغالكي لفول 25 نوفمبر 1896 25 نوفمبر 1896 جوابتها صح واي مس غلط واي محسله اي ثينك inna sahta somaleena somaleena sa waat hay dawad yalka qabqata jawabta ka bixisay wa mid saxa dagaalka la foola xooda ay kuus dubbul yashay la yahay halada wal marti ugu tala gashay haad market oo barnaamij kitaab gelinays wa hagaag dawad yal mar haddii ka qabqataha oo haleela jawabta saxda waxa uu leeyahay wal marti ugu tala gashay haad market oo barnaamij kitaab gelinays hambalya ku leenahay isku dagaag ay sida kusoo roo barnaamijka haadii Aston TV magacaagisa barnaamijka aragtay magacaygu maxamed abdul aziz maxamed waa ku dhabahay astan tv barnaamijkooda su'aalahaana diyaar aan u ahay barnaamijka ka wareysto nasiib oo nambarka qabsatay su'aash ku jirta lagu wadiin doonaa nambarkiisa noo saaran waa nambar 1-7 oo nambarka 3-aad iyo nambarka 6-aad ay ka maqan yihiin nambarka ku nasiibsan doontid nambar 3 3 iyo 6 waa ka maqan yihiin ku dhaca haa okay nambar 2 okay nambar 2 waxa ku xusaa xashaqta xiligi uu madaxweynaha ahaa madaxweyne Sheikh Sharif Ahmed walaani yaa xiligaas ma hayo bro adoo ma tan taas ku tagay Ramadan Mubarak ma yaaqay sabram ku aragtid ee barnaamijka wal ahfiicana arkaa ningii waxa waa sabuu Cumar Xanji prim barnaamijka ka wareysto aan nasiib aan barka qabsatay su'aash ku jirta lagu wadiin doonaa nambarada miskiina oo saaran waa 2-7 oo nambarka 3-aad iyo 6-aad ay ka maqan yihiin nambarka nasiibkaaga nambarka 2-aad nambarka 2 waxa ku xasaa xashaqta madaxweyne Shariif Sheekh Ahmed Xiligi oo madaxweynaha ka ahaa Soomaali wuxuu ka ahaa 2009 ilaa 2017 2009 madaxweyne xud 2009 ilaa iyo 2013 2009 waxa sheekay waxa noqday 2017 ma qabanno hada degan oo la fursad ku siinay Xiligi oo madaxweynaha ka ahaa 2009 ilaa iyo 2012 ee wuxuu taa haa aad hadda waxa jawaabta ka bixisay waa mid sax ah waa 2012 xilligu Shariif Sheekh Ahmed ka ahaa madaxweynaha dalka Soomaaliya waxaan leedahay abaalmarinta ugu talgashay xayaad maadkad barnaamijka taab kelnis waa tahay daawadayaal mar hadii ka qayb qaataa oo haleela jawaabta saxda sida aad wada sugeysaan buu waxaan gudoosin doonaa abaalmarinta ugu talgashay xayaad maadkad barnaamijka taab kelnis hambalyaal leena Ramadan Mubarak magacaagta barnaamijka aragtay magacay waxa waa Cabdiwahaab Cabdullaahi Haaji waan salaamay insha Allah astaan TV oo ku soo qab qala maanta hadiyada ma sha Allah aan ka rajaynaa insha Allah wax badan aan fiirsada aniga anoo qurbaha jooga ma sha Allah aad iyo aad u fiirsada ugu xiranahay marka waxa waaye dadka saaxiibkana waa salaamaa dadka dhan wada salaamaa insha Allah inta muuqay taqaana inta kala wada salaamaa insha Allah aniga noo salaamayna asxaabtaada ku xiran ee nambarada miski noo saaran waa nambaro oo nasbaxti aan nasiib ah nambarkaas su'aalaha ku jirto
qaar diiniga ku jiro qaar waxaa ku jiro history taariikhda soomaaliya qaar waxaa ku jiro kuwo guud aqoon guud ah qaarna caqli waay nambarada hadda inoo haray miska inoo saaran koor tirada nambarada waa 1-7 waxaa inaga baxday nambarka 2-aad nambarka 3-aad iyo nambarka 6-aad intaas waa ay baxeen oo lagu guuleystay inta kale ee soo hartay mid ka mid ah ku nasiibsanaysid ishuu askaaga soo bixi doonta aan arki doono nambarka 10-aad 1-7 6 2 3 iyo 6 waa baxeen ha 8 tirada isla fahanno 1-7 waa nambarada dhan 3 nambar ka baxday oo nambar waxa ka baxay 2 nambar 3 iyo nambar 6 ka baxday 4 nambar 1 insha Allah nambar 1 waxa ku jirta su'aal iska caqli ah su'aashu waxa leedahay suuqa bakaaraha iyo suuqa Japan maxay wadaagaan oo ganacsi oo waxa wadaagaan way aad u weyn wadaagaan ganacsi fiican alaabta maacuunta dahyaasha alaabta guriga lagu sharaxo waxyaalaha isna wadaagaan digsiyaasha wax kasta aad u mahadsantahay isku daygaaga balse waad helay jawaab sax ah okay kusoo dhawaa barnaamijka hoo hadii Stan TV magacaaga sa barnaamijka aragtid aan waxa wasa barnaamijna fiican magay xamda magaca xamda ibrahim cha kuurisa nasiib oo nambarka qabsatay su'aash ku jirta lagu diin doonaa nambarada miski loo saaran waa nambar 1 nambar 5 iyo nambar 7 nambarka nasiibkaaga nambar 7 nambar 7 nambar 7 waxa ku xusan xajagtaa xiliga la dhisay sarta baarlamaanka sarta baarlamaanka xiliga la dhisay 1900 iyo 1970 iyo 80 aad oo maanta taas ku ramadaan mubaarak magacaaga iyo sabramshka aragtid magacaygu waxa la yiraahdaa Bashiir Cali Carab Ramadaan Mubaarak barnaamijka waxaan u arkaa inuu yahay barnaamij aqoon korrina oo lagu talagalay Ramadaanka iyo qof kasta aqoonteeda iyo nasiibkeeda inay tijaabiso Bashiir Sakowris barnaamijka waa nasiib oo nambarka qabsatay su'aash ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miska noo saaran waa nambar 1 nambar 4 nambar 5 iyo nambar 7 nambarka nasiibkaaga nambarka 7 nambarka 7 waxa ku xusan waxa sheegtaa xilliga la dhisay sarti baarlamaanka sarti baarlamaanka ee Soomaaliya waxaa la dhisay 1904 xilligii oo ugu horeeyay waana ahayd xilligii oo Soomaaliya weliba xilligaas waxaa xukumayay dowladda Talyaaniga baarlamaankii ugu horeeyay wuxuu ahaa baarlamaankii 1904 waa malinaash baarlamaanka ma sarta dhismaha sarta dhismaha sarta kuliba furitaanka baarlamaanka iyo dhisarta waa uu isku xilli aniga waxaan ka wareynaa xilligii baarlamaanka in 1904 ahayd waxaa Bashiir isku dayaa balse waa dhalay jawaab saxda oo kaaga ma tacalnayna do barnaamijka hadii da stanti fi magacaaga barnaamijka aragti magacay waa Cabdi Fatax Maxamed Nuur barnaamijka sifaan oo arkaa sax barnaamijka ka wareysa nasiib oo nambarka qabsatay soo ash ku jirta lagu diin doonaa nambarada miski noo saaran waa nambar 1 nambar 4 5 iyo 7 nambarka nasiibkaaga nambar 1 nambar 1 waxa ku xusaa xashaqta suuqa bakaaraha iyo suuqa Japan waxa ay wadaagaan waxay wadaagaan magaca suuqa magaca oo suuqa ata daawada halka qayb qaataa jawaabta ka bixiyo waa mid taxax u leh balmarada ugu talagashay xayaad market barnaamij kitaab galay waxaan filayaa mar hadduu ka qayb qaataa halaal jawaab sax ah inuu leeyahay balmarada ugu talagashay xayaad market barnaamij kitaab galay waxaan balayaa ku leenahay adaama ah rasi farastan ku leeyahay ramadaan mubaarak magacaaga sa barnaamijku aragtid ramadaan kariin ayuub maxamed abdullah waxaan filayaa inaan ka jawaabo insha Allah ka jawaabo insha Allah ayuub nambarada miskeena saareen nasiibka nambar 4 5 iyo 7 nambarka nasiibkaaga nambar 5 shan waxaa ku xusan waxa sheegtaa maxaa loo yaqaanaa geel iyo lo'da marka la isku daro ama geel iyo lo' isku jira maxaa loo yaqaanaa geel iyo lo'da he maxaa loo yaqaanaa magac loo yaqaanaa geel iyo lo'da geel iyo lo'da he magac loo yaqaanaa kisiid miya isjid isjid amar ugu soo celi geel iyo lo'da magac loo yaqaanaa geel iyo lo'da magac loo yaqaanaa geel iyo lo'da yacni magac markay isku dhalaan miyaa mise markii geel iyo lo'da uu qof heesto isku darkooda magac loo yaqaan jiro yacni magac loo yaqaan isjid 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 ma asanta bal sumaad halay jawaab sax ah akaa wa tacalina ramadaan warag magac aad sabra mujku aragtid magac iyo askari cabdi cali hal mar dhankan u jeesanaha ifir dhankan okay ramadaan warag magac aad sabra mujku aragtid waa arag magacaygu askari cabdi barnaamijka waxaa arkaa barnaamij wanaagsan askari ta kuuris barnaamijka waa nasiib oo nambarka qabsatay su'aash ku jirta lagu weydiin doonaa nambarada miska noo saaran waa nambar
أفر شن يتدوى نمر كم نسيب كايا أفر نمر أفر قرآن كا سورة دي هيسا وعلى بقى حلو قيبة على بقى قيبة صدقتان كود محيك اللي هين لباس قيبة على بقى قيبة عمر مفهم قعيد سورة دها قرآن كريم كي صدقتان كود وحلو قيبة على بقى قيبة لباس قيبة محيك اللي هين رمضان مبارك ما قاعد يسافر أمشي كاركتيد ولا هذا مل مذا مبارك رمضان مذا هذا هذا وفرح سنة برنامج كان سوى هذا ما قاعد شير محمود نور شير برنامج ساعة كوري سدوا نسيب أنا بركة قفصت سدوا أشكو جرت على قيدين دونا نمبر كأفراد يا نمبر كشنات يا نمبر كتدوات دواي نمبر نسيب كأ نمبر كأكون نسيب سنة نمبر تدو waxaa ku xusaa xashaqta sarta baarlamaanka sarta hore baarlamaanka xilliga dhis sarta hore baarlamaanka walaa su'aashta isku dayo maadaama tii kuun 900 afarta ka iska leeyahay maadaama aniga iska leeyahay way guunta masha Allah muu ka jawaab kara taas ku dagaa sidoo ho hadiid magacaaga isa barnaamij ka aragtay معي عماد حسين نور وعي سفيع أنا وارك برنامج برنامج هاي كورس أنا سيب أنا بركي أقبل ستة شهور كتير تلقو تين دهنا نمبر نسك ناس عارن وأنا نمبر أفر شن يتدوب نمبر كن سيب كايا تدوب ما حش اكتسرت برلمان كحل جلدس كن سيال بقى تدوات يلح هذا ما صنتها بالسماء ده هلا الجواب تحت اسكت دقيقة كم ده دان بارك معي عايز برنامج كاركت معي أيوب محمد براش وحاول كلا براش في عن أو سنة بربوك وارك تلفشين أو سونك أتاو أتاو عايز هاري جينيسا مارجين انا كنت جواب سؤال اسو صاد نمبر المسكينه صاروا نمبر 4 شن 7 نمبر كان سيبكا تدو تدو حاشاك تاثرت برلمان كحل جلدس كل شعب هذا ما سنت اسكو دقيقه قبل اسمعت هذا اه تهداو ديال الوحي انه انت اسكو ساف ميرينا برامج كان هاديت قبتي سمانتا او نسوي يلا تدقمد الشبس او كم دهدق ماينك قبل كبناتر برامج كنت يا كو غدو جيرني waxa laga jawaabay live ku dhawaad 4 su'aalood oo ay garteen dadka ka qayb qaadanaya halka 3 su'aal kalena ay la soo hartay su'aalaha ay noo soo haray ay ka wada jawaabayeen hadii aan idin si jawaabteedana waxa ay noqonaysaa su'aasha nambarka 4 oo ahayd sheeg aayadaha quraanka ama suuradaha quraanka kariimka soo degtaankooda waxa loo qeybiya laba waxa ay kala yihiin makkah iyo madiina halka su'aashanaad oo ahayd maxaa loo yaqaan geel iyo loodana waa ishkin magac loo yaqaan geel iyo looda waa ishkin su'aash kale ee ahayd su'aash toddobaad inta badan dadku isku dayeen balse halay waan jawaabteeda saxdana waxa ahayd sheekh xiliga dhistay sartii baarlamaanka waxaan ahayd 1927 waxaan filayaa inaad ka faa'iideysateen oo duwada garateen dhamaan su'aalihii barnaamijkeena ku soo qaadan aad u maasantiin daawashada iyo la socoshada barnaamijka waxaan idin kaga tagayaa sida ay nabadgelyo salaam aleykum raxmatullaah wa bishi wa'naydu wa bishi wa'naydu wa bishi wa'naydu wa nadha rasulku wa na gaay ku shifti wa bishi wa'naydu